ولادك والبنون شوف كتيبك شوف جنودك والحشود شوف آيات النصر في كل العبود شوف وسجل بيها أبكار الخلود انت دايما انت دايما انت دايما 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 في الأمان كل نعمة في رحابك عندنا دي مشيئة وإرادة ربنا من شيوخك اكتسبنا مجدنا وبشبابك احتفظنا في اسمنا انت دايما 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 في الامان. اهلا بكم من جديد. الأهلي منظومة لا تخترق وعلاقتنا بالمحبين والمستثمرين تسير وفقا للاحترام ونرفض نغمة التدخل في قرارات وسياسات مجلس الإدارة ونحترم كل المستثمرين ونقدر رغبتهم في دعم النادي الأهلي. كانت تلك الكلمات جزءا بسيطا مما أعلن عنه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خلال حفل تكريم الرموز اليوم والذي أقيم تحت شعار عائلة الأهلي تكرم الأساطير والأهلي ينطلق. ونتابع في التقرير التالي. عايزين تطوير الاستثمار في الأهلي. الاستثمار احنا بقالنا سنوات طويلة جدا ماشيين في ايه؟ ماشيين في إيرادات ثابتة معروفة لكل للنادي الأهلي. احنا موجودة واحنا هنعتمد عليها. ده مهمة جدا، لكن نطورها ازاي؟ عايزين كمان نعمل طفرة خدمية وإنشائية ورياضية ليه بالنسبة للنادي الأهلي. عايزين نعمل كمان البرنامج ده، عايزين كل واحد في حضراتكم وكل واحد في أسرتنا وكل واحد من روادنا العظماء اللي هم كانوا يعني علمونا، اللي هم خدوا بإيدينا واحنا لسه أطفال صغيرين هنا، وفي ناس هنا شخصيا أنا شخصيا خدوا إيدي كده وأنا صغير 13 سنة ولا 14 سنة بيدخلوني ملعب الكورة، بيعلموني مع كل كلمة، بيعلموني يعني ايه نادي اهلي. عشان كده انا شايف ان الاهلي زي ما قلت احنا كلنا باذن الله يعني هنبني النادي الاهلي ان شاء الله. عتاب حقيقة، والعتاب لا شك اي انتخابات وده شيء طبيعي، ناس مؤيدة وناس معارضة، ناس مؤيدة للمجلس ده وناس معارضة للمجلس ده، ده طبيعي. ولكن احنا كلنا اهلي، كلنا النادي الاهلي. ما ينفعش يصل اللي انا بشوفه دلوقتي وبسمع بعض الحاجات كده. انا الحقيقه مش من النوع اللي متداخل قوي في الموضوع ده، بس في رصد بيجيلي كل كلمه في ايه، في رصد بيجيلي عنها. لكن مش النادي الاهلي ولا مبادئ النادي الاهلي ان الناس المحبين او المختلفين او المؤيدين يبقى في تشاحم بينهم. يا جماعه النادي الاهلي ده كبير جدا، فانا بطلب منهم كلهم زي ما رفضنا برضو قبل الانتخابات اي تجاوزات، وده انا قلته وقلته قدام حضراتكم وقلته في اي لقاء انا عملته. النهارده برفض تاني اي مشاحنات تقسم او يبقى في جزء متقسم، لا لازم الجزء ده يخش جوانا ونحن فعلا لازم نستوعبه. لان يا جماعه النادي الاهلي يعني كلنا من امه واحده، واحده هو ده النادي الاهلي، مجموعه واحده هو ده النادي الاهلي. وعشان كده مؤيدين مختلفين متضايقين كارهين، وده كلمه ما بحبش اقولها لكن كمان لازم اقولها، ده ميعادها لازم يتقال، لان انا مش هطلع لكم كل يوم، انا هطلع كل فين وفين عشان اتكلم مع حضراتكم. عوده الجماهير، وده الامر في منتهى الاهميه. انا بقالي بالظبط قبل الانتخابات بشهر اول مره اقول الكلام ده، واول مره زمايلي في مجلس الاداره يعرفوا الكلام ده من شهر، لكن هم عرفوه الفترة اللي فاتت. إن كنا أحاول أتكلم مع بعض السادة المسؤولين إزاي نرجع جمهور النادي الأهلي تاني. إزاي الجمهور مش الأهلي، أنا عايز أرجع كل جمهور مصر، إزاي الملاعب دي تتملي تاني. فقعدت في أكتر من مش عايز أقول 10 لقاءات مع مسؤولين مختلفين. وكان في الحقيقة نظم وفي ورقة عمل موجودة، إزاي نتحرك مع الجمهور، إزاي نتحرك مع الإعلام، إزاي نتحرك مع الأمن، نتحرك إزاي منظومة واحدة عشان عودة الناس. وكنا ماشيين خطوات كانت إيجابية إلى أن حدث الموضوع الأخير ده بتاع ماتش منانا. موضوع مرفوض تماما، ولازم الناس تفهم كده.
وهنا برضو بالمناسبة عشان قلت أنا طلعت عملت كلمتين الناس مش هعيدهم خلاص مرفوض تماما. لكن النادي الأهلي لاجي بيدي مش عايز أقول يدي إيه دايما هو الرائد في كل حاجة حتى في جماهيره حتى في طريق تشجيعه هو ده النادي الأهلي. نأمل نعيد ده تاني بس فعلا احنا رجعنا زي ما أنا قلت في كلمتي للجمهور يوم كان في مجلس إدارة وخدنا بعض القرارات أنا شخصيا قلت هقول أنا البيان ده وهقول أنا عايز أكلم ناس وهقول أنا القرارات. كلمت للناس بس كلمت واللي أنا حاسه بل أنا عشته. أنا دخلت الأهلي 70 وأنا لعيب قد كده حسيته في مدار ال 50 سنة دي خلاص. الناس اللي مش حاسة بقيمة الأهلي لازم يفهموا إن هم غلطانين لازم يفهموا إن جمهورنا هو الداعم لينا. اللي يندس في وسطهم حد يبوظ العلاقة دي لا مش مسموح مش مسموح خالص ومش هنسمح بيه خالص. عشان كده للأسف رجعنا كذا خطوة لورا هنهدى ونحاول نعيد ده مرة تانية ونأمل الناس تساعدنا فيه إن شاء الله. التجمع وبرضو من الحاجات اللي مش عجباني وهنا خلي بالكم يا جماعة في أمور وفي قرارات أنا بتكلم عليها كمحمود الخطيب أنا بتكلم كل حاجة بالمجلس بتاعي الحاجات مش عجباني يا كمحمود أنا قلته الناس اللي بتقعد تتهم بعض إن مثلا حد يتصرف تصرف ما لا يليق بالنادي الأهلي أستبعده الكلام ده قرار بتاعي. وهنا من القرارات بتاعتي برضو مش عاجبني الناس بتتكلم والتجمع والارض مش عارف فيها ايه ايه الارض فيها ايه. لازم نشكر جدا مجلس دار السابق انه ساعة وخد الارض دي. لكن الارض دي بعد ما احنا انا بحكيها لكم ببساطة خدناها عشان نستلمها بعتنا مهندس سامح كامل مع اللواء شيرين شمس مدير الاسبق وبعض الاستاذ العامري كان معاهم وانا رحت بس انا ما بحبش الحقيقه اتصور في القصص دي فانا بعدت بعيد. الارض لا تصلح فنيا خدوا العباره دي بس كده لا تصلح فنيا بس مش عايز ادخل في تفاصيلها. عشان كده احنا طب نعمل ايه نشتغل ازاي والتجمع ده بالنسبه لنا كان مهم جدا جدا دوت ده يا جماعه يجيب لنا فلوس ده اللي برده من حب افكارنا احنا كمجلس اداره مش اي افكار حد تاني كمجلس اداره ازاي نجيب فلوس عشان نشتغل. لا انا كل انا قلت ده محتاج ايه انتوا شايفينه محتاج ايه يعني مش محتاج يكون عندنا موارد ضخمه عندنا استثمارات ضخمه وده برضه هرجع له في الاخر. فهنا الارض رحت الحقيقه مع مجموعه من مجلس اداره كويس ورحنا قابلنا سياده الوزير مصطفى مدبولي رئيس وزير الاسكان حطينا مشكله قدامه هو عشان راجل مهندس وفاهم الحقيقه كان متعاون جدا 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 و في القعده ما خدتش نص ساعه بس نقعد ونتكلم مع الناس وهي دي النادي الاهلي لازم علاقاته بالجميع تبقى كده نقرب من الناس ونقعد معاهم. وطالما النادي الاهلي طلبه منطقي ومقبول احنا مش هنطلب حاجه غير حقنا خلي بقى واحنا اول ناس نرفض ناخد حاجه غير حقنا لازم امور تبقى واضحه ليكم. فاحنا رحنا طلبنا الحق وعشان كده نص ساعه تحل الموضوع. تحل الموضوع ازاي؟ لا يستطيع يعني يكون في حاجه في الامور الماليه والفوائد. وعايز اقول لكم حاجه مهمه جدا لازم برضو حاجه تعرفوها وتشاركونا فيها. يناير 2019 النادي الاهلي هيدفع 40 مليون جنيه قسط الارض الجديده يناير 2019 ويناير 2019 النادي الاهلي هيدفع 125 مليون جنيه فوائد. يعني هدفع في يناير 165 مليون جنيه. احنا احتمال لو كنا بنفكر في الكلام ده ناخدها ما ناخدهاش نستنى على حته ثانيه ده موضوع ثاني. لكن هندفع 165 مليون جنيه. هنقعد نتفرج والفوائد بتعد عليك؟ مش ممكن نقعد نتفرج. برضه في خلال الثلاث اشهر اللي فاتوا رحنا وقعدنا وسعينا عشان خاطر النادي الاهلي وخلصنا الموضوع. خلص الموضوع. ان شاء الله خلص ومضينا. عشان تبقى الامور واضحه مع الناس. اثنى عدد من المشاركين في حفل تكريم اساطير النادي الاهلي بالخطوه التي قام بها مجلس الاداره بتكريم نجومه. واكد طه الطوخي احد اساطير النادي الاهلي والذي تم تكريمه اليوم على سعادته بتكريمه متمنيا كل التوفيق لمجلس الاداره. وللمزيد من التفاصيل نتابع في التقرير التالي. في شك يعني هي مشاعر فيها نوع من الفرح الكبير
والتقدير لمجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب ولأعضاء النادي الأهلي في هذا التكريم اللي يعني بيعطي للناس اللي أدت للنادي الأهلي خدمات حقها من التكريم. وأيضا يعني الواحد بيفتخر أنه هو بينتمي إلى النادي الأهلي اللي أطفى علينا الشهرة والشهرة الكبيرة، مش بس احنا كمان لعبنا لكن ايضا احنا استفدنا من اسم النادي الاهلي الكبير. وفي نفس الوقت انا بعتبر ان ده عمليه تربويه على اعتبار ان الناس الصغيرين يحسوا ان هم يؤدوا بشكل كبير جدا، لانه في النهايه هيكرموا التكريم اللائق بيهم في المستقبل، ودي نقطه تربويه كبيره جدا بالنادي الاهلي، ودي من مبادئ النادي الاهلي الكبير دايما. انا بدات اول بطوله خدتها مع النادي الاهلي كانت تحت 10 سنين سنه 1947، خدت فيها بطوله 50 متر فراشه و50 متر حره، ووصلت بطل من الناشئين لغايه سنه 1953 وانا بطل الناشئين. ثم طلعت الى عموم الرجال، استلمت بطوله مصر اعتبارا من 1956 بطل مصر في سباحه الفراشه الى ان بطلت 1961. هي مناسبة جميلة جدا وليها فوائد كثيرة جدا. يكفي انك بتشعر بان النادي الاهلي لا ينسى اولاده، دي مهمة جدا. حاجة تانية انك جمعتني مع زمايل بقالي يمكن سنين ما شفتهمش، وبالتالي هتلاقي ذكريات جميلة بتمر قدام الواحد، فاعتقد ان ده يوم لا يعوض. الحمد لله والشكر لله. هو الحقيقة تكريم يعني جه في توقيته فعلا، ومهما شكرت ومهما قلت مش لن اوفي حق مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة أو برئاسة الكابتن محمود الخطيب على هذا التكريم اللي جه في التوقيت اللي فعلا كان الواحد منتظره، لأن تكريم الإنسان وهو على قيد الحياة بيبقى ليه وضع خاص طبعا للجميع طبعا، وخاصة الأبناء والأحفاد والعائلة زائد الزملاء. فأنا بعتبر هذا التكريم مش لطه الطوقي بس، ده أنا بعتبره لكل المدربين اللي إن شاء الله هيوصلوا لهذه السن ويتم تكريمهم بإذن الله تعالى من النادي الأهلي. وإلى أخبار الفريق الأول، قرر طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة في الجابون صرف مكافأة إجادة للاعبي الفريق وفقا للائحة بعد الفوز على منانا الجابوني 3-1 في إياب دور الـ32 لبطولة إفريقيا وتأهل لدور المجموعات لبطولة إفريقيا. وقال قنديل أن لاعبي الأهلي نجحوا في تحقيق هدفهم من المباراة رغم الظروف الصعبة التي واجهها الفريق بداية من رحلة الطيران الشاقة وارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، ولكن رجال الأهلي كانوا على قدر المسؤولية وقدموا مباراة جيدة واستحقوا الفوز بالمباراة. وأضاف أن التأهل لدور المجموعات لبطولة إفريقيا بمثابة الخطوة الأولى لتحقيق حلم جماهير الأهلي بالفوز باللقب الإفريقي الغائب منذ عدة سنوات والمشاركة في المونديال. أعرب حسام البدري المدير الفني بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز على منانا الجابوني 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين بالجابون أمس. وأضاف البدري في تصريحاته بعد المباراة قائلا: الفوز والصعود لدور المجموعات خطوة مهمة جدا في مشوار السعي لاستعادة اللقب الإفريقي رغم الظروف الصعبة التي واجهناها خلال المباراة. أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الفريق حقق نتيجة جيدة في إجمالي مباراتي الذهاب والعودة أمام منانا الجابونية. وأضاف عبد الحفيظ أن فريقه استطاع الفوز في مباراة العودة على ملعب منانا الجابوني لأنه تعامل مع المباراة بجدية وتجاهل نتيجة مباراة الذهاب المميزة التي حققها الأهلي في القاهرة. وأوضح أن التأهل لدور المجموعات هو بداية المشوار الحقيقي للأهلي في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، متمنيا أن يستغل فريقه ضربة البداية بالشكل الأمثل فيما هو قادم.
قال محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي إن الفريق لعب في ظروف صعبة أمام مونان الجابوني بسبب درجة الحرارة والرطوبة المرتفعة، وأن جميع اللاعبين قدموا مباراة كبيرة ونفذوا تعليمات الجهاز الفني. وأوضح الشناوي أنه أول مرة يشارك مع الفريق في مبارياته الإفريقية، وإن كانت هذه الأجواء ليست جديدة عليها، والأهم أن الأهلي خرج بالنتيجة إيجابية وحقق الفوز وهو المطلوب للتفكير فيما هو قادم. ووجه الشناوي الشكر لأحمد ناجي مدرب الحراس في المنتخب على ثقته وعلى عودته من جديد إلى المنتخب، مؤكدا أنه جاهزا تماما لمعسكر المنتخب الذي ينطلق خلال يومين. تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الجابون في 12:00 غدا الاثنين، حيث تستقل البعثة الطائرة من مطار ليبرافيل متوجهة إلى مطار أديس أبابا، وتمكث البعثة ترانزيت لمدة ساعتين، ثم تستقل الطائرة مرة أخرى إلى الكاميرون ترانزيت لمدة ساعة واحدة، تتجه بعدها البعثة إلى القاهرة حيث من المقرر الوصول إليها في 1:00 PM. قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بقيادة حسام البدري استئناف تدريباته يوم الخميس المقبل استعدادا للسفر إلى الإمارات يوم 26 مارس الجاري، وذلك لخوض مباراة ودية أمام فريق أهلي الفجيرة في اليوم التالي، على أن تعود البعثة إلى القاهرة يوم 28 نفس الشهر. وكان الجهاز قد منح لاعبي الفريق راحة عقب مباراة مونانا تجنبا للإرهاق بعد المجهود الكبير الذي بذله الفريق في رحلة الجابون، حيث يخوض الفريق أولى مبارياته الرسمية يوم 2 أبريل المقبل أمام طنطا في إطار مباريات الأسبوع 30 لمسابقة الدوري الممتاز. يغادر وليد أزارو مهاجم الأهلي الجابون في 9 اليوم متوجها إلى باريس ومنها إلى إيطاليا للانضمام لمنتخب بلاده الذي يخوض لقاءين وديين ضمن معسكر الإعداد لمونديال روسيا، ويخوض أسود الأطلس الودية الأولى أمام صربيا في إيطاليا يوم 23 الشهر الجاري، قبل أن يعود إلى المغرب ويلعب يوم 27 مع أوزبكستان بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. وكان مقررا سفر أزارو أمس، وتم تأجيل السفر إلى اليوم لظروف خاصة بالطيران. ينضم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين وقع عليهم الاختيار للانضمام لمعسكر المنتخب المقبل بسويسرا إلى المنتخب فور عودتهم إلى القاهرة. واختار الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب 7 لاعبين من الأهلي، وهم محمد الشناوي، أحمد فتحي، أيمن أشرف، عبد الله السعيد، سعد سمير، حسام عاشور، ومروان محسن. ينضم ثلاثي الأهلي المختارين للانضمام لمعسكر المنتخب الأولمبي والمتواجدين مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالجابون، وهم
أحمد حمدي، كريم ندفد، صلاح محسن إلى المنتخب الأولمبي صباح الثلاثاء للحاق بالبعثة التي سوف تطير إلى السعودية لخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الأولمبي السعودي يومي 22 و26 من مارس الجاري. واختار شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي 6 لاعبين من الأهلي، وهم أحمد ياسر ريان، أحمد حمدي، أكرم توفيق، كريم ندفد، وأحمد رمضان تيكهام، وصلاح محسن. قرر السيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي توقيع عقوبة مالية على نيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم لعدم انضمامه إلى بعثة الفريق في الجابون. وقال عبد الحفيظ إن إجراءات استخراج التأشيرة الخاصة ببولندا حيث يقيم منتخب بلاده معسكرا هناك كانت وراء تأخره، وأنه اعتذر عن ذلك، ولكن هناك لوائح يتم تطبيقها بصرف النظر عن السبب. وإلى الأخبار المحلية، قال عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام إنه راض بنسبة كبيرة عن مستوى الحكام خلال الموسم الحالي، لافتا إلى أن مستوى التحكيم تطور بشكل كبير، وتابع الحكام قدموا مستوى مميز، والفترة المقبلة ستشهد تقديم حكام جدد في المباريات المتبقية من مسابقة الدوري. وعن تطبيق تقنية حكم الفيديو قال عبد الفتاح إن هناك شركة ألمانية ستزور مصر غدا لمعاينة بعض الملاعب التي يمكن تنفيذ فيها الفكرة ومدى جاهزيتها وتكلفة التقنية. يؤدي المنتخب الوطني الأول تدريبه الوحيد والمغلق في 7 مساء غد الاثنين باستاد القاهرة الدولي قبل سفره إلى سويسرا في 10 صباح بعد غد الثلاثاء بطائرة خاصة للدخول في معسكر هناك يستمر حتى 28 من مارس الحالي، ويتخلله المباراتان الوديتان الدوليتان أمام كل من البرتغال يوم 23 واليونان يوم 27. ومن المقرر أن يصاحب البعثة في رحلته المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب، وعصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيسا للبعثة، وأعضاء الجهاز الفني بقيادة هكتور كوبر المدير الفني والمهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب و21 لاعبا. الالتزام دايما بتعلم، بتحرك، ببص لقدام، بجري مش بس عشان حياتي، بحب الكورة، بطير بحلمي، وعندي نادي في الكون الأهلي فوق الجميع. وإلى أخبار الألعاب الأخرى، حيث قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي رفع الحمل البدني للاعبين بخوض التدريبات على فترتين في معسكر بولندا الذي دخله الفريق استعدادا لبطولة أفريقيا للأندية والتي ينظمها النادي الأهلي خلال الفترة من 25 من مارس إلى 6 أبريل القادم.
واستقر محمد مصلحي المدير الفني للفريق على تكثيف التدريبات بعدما خاض الفريق 3 مباريات ودية ويستعد لخوض وديته 4 يوم الثلاثاء. ويسعى مصلحي إلى الوصول باللاعبين إلى أفضل مستوى قبل نهاية المعسكر والعودة للقاهرة يوم 22 من مارس الجاري. وإلى أخبار الأهلي في الصحف والمواقع، والبداية مع الأهرام. الخطيب يدشن تنفيذ برنامج عائلة الأهلي. الأخبار، الأهلي يهزم مونانا بالثلاثة ويتأهل لدوري المجموعات. الجمهورية، الأهلي موعود داخل وخارج الحدود. المساء، الأهلي يا جماله جامد برجاله. وفي الشروق، الخطيب يعلن عن انطلاقة الأهلي في مؤتمر صحفي اليوم. الوفد، اليوم الأهلي يعلن المشروعات الجديدة ويكرم نجومه القدامى. في الجول، الخطيب بعد النجمة الرابعة الحلم تحقيق مونديال الأندية. رياض 24، الخطيب، الجماهير التي حضرت نهائي بطولة أفريقيا للطائرة أهم مكاسب البطولة. يلا كورة، الخطيب، انزعجت من مشهد الاجتماع الأول مع الفريق والبدري مدرب كفء. إلى هنا تنتهي النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي، قدمتها لكم آية لطفي. دمتم في أمان الله.